ممكن تروح؟ لا طبعا. بعد اذنك تفضل. رقم تشرب ايه؟ قهوتك ايه؟ مظبوط. اتنين مظبوط من فضلك. معلش اذا كنت اتعصبت عليكي بره شويه. انا مش زعلانه منك. لحد دلوقتي انا مش فاهم ايه اللي حصل. انا بشتغل في شركه مستحضرات تجميل، بحصل فلوس من العملاء، صيدليات، محلات. النهارده كنت مع عميل بيشتغل مع الشركه بتاعتنا، للاسف قعد يمطلني في الفلوس كتير قوي لحد ما الوقت اتاخر. خرجت عشان اخد مواصله واروح. طلع عليا الاتنين اللي انت شفتهم دول و حصل اللي حصل. حسام انا كنت عايزه كملي كلامك. انا سامعك. لا مفيش حاجه. معلش لازم امشي دلوقتي حالا، انا تعبان قوي. انت بتعمل ايه؟ انا اللي عازماك. لا طبعا ما يصحش. انا كنت عايزه اقول لك ايه. لا ولا حاجه، اتفضل. رغم كل اللي حصل انا مبسوط ان انا اتعرفت بيك. انت فين يا كارم؟ لا انا هبات النهارده في اوتيل. العربية دي كانت عايزة تقتلني. كانت عايزة تقتلك؟ ويخلي بالك بس ما تعدي الشارع. المهم انت كويسة؟ يلا بقى مرة تانية. ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح النور. اخبارها يا دكتور؟ هي قريبتك؟ لا مجرد معرفه. كويس، ده النيابه ما عرفتش تستدل على شخصيتها. فاقده الوعي من ساعه الحادث ومعهاش اي حاجه تثبت هي مين. اسمها ليلى. عموما هم اكتفوا باقوال الشاب اللي اتصاب معاها في الحادث، وهي فضل لها 7-8 ساعات بالكثير وهتفوق. انا اديتها كرسي علاج مكثف وان شاء الله هتبقى كويسه. ان شاء الله. ايه ده يا استاذ؟ الزياره خلصت من زمان، احنا بقينا نص الليل ثم انا داخل من 9. ايه ده، هو مش حضرتك برضو ال انا اسف. Thank you.
مش هتقدر تغمض عينيك.